سمحوا لي 14/4/2014. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حدا ضاع فريق سعف من تبع الجرحى؟ ايه نعم، انا من ضاع فريق سعف من تبع الجرحى. خيو طيب بدي اسألك، هلا الاوضاع بمنطقة الحلي يعني هسه في قصف الاول ولا شلون، ولا شو فيك تخبرنا على الاوضاع هون؟ القصف مستمر في منطقة الحلي بشكل دائم، ولا يوم استنقطع علينا القصف. جرحى يجينا يومي جرحى، دعم ما في، اكل ما في، يعني مواد قليلة، كله قليل من الحولي، محاصر من كل الجهات. وشوف تعيين الدمار المداري، الطلاب ما في على القرار. دمار، نزل القصف، هوا ما فيش. طيب الإمكانيات المتوفرة لكم كأنتو كمؤسسة طبية يعني كافية كاملة كلها ولا في نقص ولا شلون؟ نقص بشكل كبير، من ضمن الجرحى بعكاس الطحين، مش غير معقم. ايوه. أدوات جراحة تعقى. ايوه. معقمات ما في، كهرباء ما في. لا يوجد شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل.